وسهلا بحضراتكم مره تانيه. مكملين في الملف بتاعنا ليس كمثله شيء. ضيفنا النهارده الشيخ محمد الصباغ من علماء الازهر الشريف. اهلا وسهلا بحضرتك يا شيخ محمد. نورنا والله من غير ما اقول يعني. تسلم. الله يخليك. الله يبارك في حضرتك يا رب. النهارده اسم من اسماء الله وصفاته من اصعب الاسامي في توضيحها، الرحمن الرحيم. خلينا نقول ان البدايه ربنا يعني قالوا العلماء ان هي من يعتبر الاسم الثاني للذات الالهيه. وربنا قال قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن. مبدئيا لو تعريف عام لمعنى الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الكامل باسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. رحمن رحيم كبير متعال، قادر مقتدر سبحانه وتعالى، يفعل ما يشاء ويقضي ما يريد. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد، خير من تعرف على الله حق المعرفة، فصار أفضل من عرف مولاه سبحانه وتعالى. اللهم صلي وسلم وزيد وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الأطهار وعلى صحابته الغر الأبرار، وسلم تسليما كثيرا ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، الرحمن الرحيم أو الرحيم الرحمن، الإسمان هو وجهان لعملة واحدة، لعملة واحدة، فكلاهما مشتق من الفعل رحمة. والرحمة صفة من صفات ربنا سبحانه، ولكنها مغايرة لصفات الخلق. والرحمن قال أهل العلم الرحمن اسم جامع تشمل كل الرحمات، فيشمل رحمة الله تعالى للكافرين وللمؤمنين ولكل ما هو مخلوق على وجه هذه الأرض. الرحمن فهو جامع شامل، ولكن الرحيم اسم متعلق برحمة الله للمؤمنين خاصة. يبقى الرحمن اسم جامع، ويرحم الله تعالى به الكافر. هل يرحم الكافر؟ نعم يرحم، يرحم، لأن الله تعالى هو الخالق وهو الرب، فمن صفاته أن يرحم من خلق دون أن ينظر إلى الدين أو إلى العبادة التي يعبد. أما الرحيم فإن الله تعالى جعلها للمؤمنين خاصة دون غيرهم من الخلق. ورحيم على وزن فعيل، وهي تدل على كثرة رحمة الله تعالى لعباده المؤمنين، ولكن مفاهيم الرحمة عند العباد تختلف من شخص إلى آخر ومن عقل إلى عقل آخر، فكل يهوى الرحمة بالشكل الذي يتناسب مع هواه ومع متطلباته في الحياة. هنقف عند دي لأنها توصلنا لسؤال مهم جدا يا شيخ محمد. بس معنا تليفون أستاذ عبير. اهلا وسهلا يا استاذ عبير. اهلا وسهلا بحضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا استاذ سارة؟ عامله ايه؟ اهلا وسهلا بحضرتك. ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير. تسلمي يا رب. يا ربي دايما يا حبيبتي. ممكن اقول للشيخ محمد على حاجه؟ طبعا اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. ازيك يا شيخ محمد؟ عامل ايه؟ الحمد لله في نعمه وفضل. لو سمحت يا شيخ انا عايزه استفسر منك في كذا حاجه سريعا كده، مش هطول عليك. اتفضلي. الله يخليك يا شيخ. اول حاجه انا بصلي وكل صلاه اول ما بخلص التحيات قبل ما بسلم اقول اللهم احمنا من عذاب القبر والفتنه والمسيح الدجال. تمام. ده يعني بعد التحيات على طول واجي مسلم. تمام. بعد ما بسلم بقول طبعا ايه الكرسي. ده كل صلاه. هل دي بدعه يا شيخ ولا افضل كاتي واقول؟ دي اول حاجه. تمام. تاني حاجه يا شيخ، يعني ربنا يعني ربنا قال ادعوني فاستجب لكم. تمام. وقال إني وقال لعباده إني مني منكم قريب، يعني ربنا أقرب حد لك الدنيا دي كلها. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فإني قريب. نعم. أي. فيا شيخ يعني أنا دلوقتي شايفة إن كل الناس طفل يعني أطفال بكبار بشيوخ بمسيحيين بمسلمين بيدعوا لأطفالنا في غزة وأهلنا في غزة.
هي يا شيخ، هو الدعاء اتاخر ليه؟ ولا ربنا ليه حكمه في تاخير الدعاء؟ ولا ربنا ليه حكمه يعني في نفاذ الدعاء اللي احنا بنبتدي؟ تمام؟ تمام. اخر سؤال يا شيخ، لو سمحت انا طولت عليك. انا دلوقتي يعني فتره طويله في واحده اخذت مني فلوس، فانا عارفه ان ظروفها ايه على قدها، فاخذت مني كل ماده كانت بتاخد مني مبلغ، فالمبلغ ده تراكم وبقى ايه كبير يعني. فانا يا شيخ محتاجه المبلغ ده ضروري، فجيت من شهرين وقلت لها جاهزين المبلغ عشان انا محتاجاه. فالمهم يا شيخ قالت لي من يومين والله انا ما معايا فلوس والظروف مزنقه عليا. فانا يا شيخ محتاجه الفلوس دي ضروري. فبتقولي استلتها يعني. فهي دلوقتي حرام عليا ان انا بطالبها ولا ايه؟ إيه انت كنتي متفقه معاها على وقت معين لتسليم الفلوس؟ والله يا استاذه ساره هي واخداهم يجي سنتين. فانا قلت لها خلاص خليهم، بس قبل ما احتاجهم بشهر ولا شهرين اقول لك عشان تعملي حسابك وتجهزيهم. كويس. فانا من شهرين قلت لها، فكل ما بعت لها تقول لي والله ما معايا والله ما معايا. وهي فعلا مش معاها؟ هي فعلا يا استاذه ساره مش معايا، بس انا محتاجاهم. طيب احنا هنرد عليك يا استاذ عبير، كلها اسئله مهمه وجميله. لا ازاي نورتينا بجد يا استاذ عبير، تسلمي يا رب. شكرا ليك. سؤالها الاولاني طبعا اسئله مهمه جدا. انا بس عايزه استاذ عبير كمان قبل ما يعني تبقى سامعينا، يعني فكره السؤال الثاني، السؤال ده عملنا عليه حلقه يا شيخ محمد من يومين، مساله ان احنا لما بنستجيب قضيه الظالم والمظلوم في الدنيا، شيخ محمد هيرد لك باجابه مختصره، لكن انا استاذنك يا استاذ عبير اسمها حلقه اول امبارح، لانها هي عن حلقه اسم الله الحق، فدوري عليها واسمعيها لانها مغطيه كل تفاصيل مساله الظلم في الدنيا ايه قصته. سؤالها الاولاني انها لو بتقول دعاء بعد التحيات او بتقول ايه الكرسي قبل ما تسلم، هل دي بدعه؟ اولا هي قد اصابت سنه النبي صلى الله عليه وسلم، فان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا تشهد تعوذ بالله عز وجل، وقال اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. كان النبي صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من المأثم والمغرب. يبقى إذا انتهى الإنسان من التشهد فعليه أن يسأل الله وأن يتعوذ من أربعة أشياء، من عذاب القبر ومن المحيا ومن الممات ومن المأثم والمغرب ومن المغرم ومن المسيح الدجال، فقد أصابت سنة النبي. أما عند انتهائها من التشهد أو من الصلاة بعد التسليم فعليها أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عليها كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا حرج أن تذكر آية الكرسي قبل المعوذتين والإخلاص أو بعدهما، فلا حرج على الإطلاق في ذلك. المعوذتين والإخلاص كل ده بعد التشهد؟ بعد السلام. بعد السلام؟ لا، هي بتتكلم قبل ما تسلم. لا، هي سألت في جزئية مهمة. وقالت بعد السلام أقول آية الكرسي. تمام. فعليها هنا فعليها أن تتشهد أولا بالله سبحانه وتعالى لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثم تسأل الله سبحانه وتعالى بالكرسي وبالإخلاص وبمعوذتين، ثم تسبح الله تعالى وتحمده وتكبره 33 في كل مرة. يعني غير مستحب ان انا قبل السلام وبعد التحيات ان انا اقول اي حاجة غير منافية للسنة؟ الافضل ان نأتي بالمأثور، وهو ما فعله رسول الله، وكان يداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الاربعة حتى مات. الله يبارك في حضرتك يا شيخ محمد. احنا اللي هو السؤال الثاني، اهل غزه وليه ربنا ما بيستجبش. بالمناسبه هي برضو موضوع حلقتنا كله قضيه الرحمه. نعم. وايه المدلول ما وراء اللي بيحصل؟ يعني حضرتك ممكن تجاوب اجابه مختصره والباقي بقيه الحلقه بسرعه ان شاء الله. هو اولا هو تمحيص للمؤمنين جميعا، ده اول بند. ثانيا ان الله تعالى لن يرفع هذا الامر عن الامه حتى يرى ما بداخل الامه، فإن الله تعالى يريد أن يخرج أفضل ما فينا. ثم إن الله تعالى رحيم بأهل غزة، لعل الله سبحانه وتعالى قد أنشأ لأهلنا في فلسطين مدينة فلسطينية في جنة عرضها السماوات والأرض دون حصار ودون احتياج إلى أحد، فإن الرحمة تكمن في باطن هذه الأمور، فلعل الله تعالى أراد أن يصطفي منهم شهداء كثيرين
في جنة عرضها السماوات والأرض. الموضوع بيكون فيه تفاصيل كتيرة قوي، احنا بنحاول نسردها كل حلقة، ناخد جزء يخلينا نفهم نعرف عن الله يعني، وده اللي هنتكلم عليه النهاردة، ان مفهوم ربنا لما نقول رحمن رحيم مختلف تماما عن مفهومنا احنا في الرحمة. نجاوب على سؤالها الأخير، ان واحدة أخذت منها فلوس من سنتين وما زالت بتاخد، لكن ظروفها صعبة قوي وهي اللي بتسلفها محتاجة الفلوس. والله إن استطاعت أن تيسر لها الأمر، فمن يسر على مسلم يسر الله تعالى عليه، ومن فرج على مؤمن فرج الله تعالى عنه كربة من كربات يوم القيامة. ألا وقد انتظرتيها وأنت تعلمين جيدا أنها محسنة وأن ظروفها تستحق أن تنتظري عليها يسيرا، فانتظري على الله سبحانه وتعالى أن يبدلك بهذا الأمر خيرا مما ترجين ان شاء الله. هي كمان سؤالها المباشر في الاخر تقول انا لو طالبتها وكانها ضغطت عليها يبقى لا حرج في ذلك، لا حرج في المطالبه، ولكننا جميعا نستحي، فاننا نرى حال كثير من الناس في هذا الزمان وقد ضاقت بهم السبل، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. سبحان الله، هو الموقف صعب شويه استاذ عبير، لانك انت كمان محتاجه دلوقتي، لكن وانت بتسلفيها انت خلاص ما اتفقتوش على ميعاد وشايفه ظروفها، فيعني يعني هتصبري لا هي معاها ولا انت معاكي، بس والله ربنا بيوجد دايما المخارج ان شاء الله، ربنا يفتح لها باذن الله. واستاذنك يا استاذ عبير تسمعي لاخر الحلقه، لان فيها ردود على قضيه الظلم والرحمه ومعانيها باذن الله، هناكد على غير قضيه اسم الله الحق. لما نيجي نتكلم زي ما حضرتك قلت، وقفنا على جزئية مهمة قوي يا شيخ محمد، حضرتك قلت ان الرحمة نسبية من شخص لآخر، ودي فعلا ممكن نلاقي حد نقول ايه ده قلبه رحيم جدا، ونلاقي شخص تاني لا ده قاسي. الخطورة في ايه؟ ان احنا لما بنقارن ما بيننا وما بين البشر ودرجات الرحمة، وكأننا حاشا لله بنقارن ربنا بده. مفهوم الرحمة مختلف تماما، ومن ضمنها احنا في كبشر وكعقل بشري ما نستوعبش ان يعني ايه يكون في اذى في وسط الرحمة، ونشوف ان في ابتلاء يبقى في اذى ونقول عليه رحمة، لكن ربنا في مقدراته ان ممكن يكون في اذى لكن باطنه رحمة. اولا الرحمة تتغير او تختلف رحمة الله عن رحمات العباد، فالرحمة صفة من صفات الله وكذلك صفة من صفات الخلق، فكلنا بإذن الله رحيم، ولكن رحمة الله مغايرة، فهي أزلية قديمة بها يرحم المولى سبحانه وتعالى عباده المؤمنين في كل الأحوال، بل يرحم خلقه، بل يرحم الحيوان، بل يرحم النبات سبحانه وتعالى، فرحمته واسعة، رحمته وسعت كل شيء. سبحان الله. طيب فكرة ان احنا كنسبة وتناسب، يعني خلينا نوضحها اكتر يا شيخ محمد، عقلنا هو اللي حاطط مفهوم الاذى، يعني احنا لما نشوف دكتور ممكن اسلم له ابني يكون هيعمل عملية وعملية خطيرة، واشوف ابني ممكن بيعيط من الالم، لكن انا واثق ان الدكتور ده في النهاية هيرحم ابني وبشكره كمان على فعله. لكن احنا ما عندناش درجات الثقة دي ان احنا نفهم تدابير ربنا، فنشوف ان طفل بيموت سواء في حرب سواء في مرض سواء في اي حاجة، مش بنستوعب المعنى ده ونشوف ان ده يتناقص مع مفهوم الرحمة. خلينا نقول بداية أن رحمة الله مغايرة لرحمة الخلق، ورحمة الله لها مقاييس عند الله لا عند الخلق، فرحماتنا تتمثل في الخير، ورحمات الله تتمثل في كل شيء. إذا ما عرفنا أن الله تعالى يجمع بين الصفة وضدها، بين الصفة وضدها، إزاي؟ صلى على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فالله الضار النافع، فلا يقع ضر في الكون إلا بمراد الله، ولكن الله لذلك لما ذكروا أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى ذكروا النافع بعد الضر، وذلك لأن النفع يكمن في الضرر الذي ينزل على العبد، بتصورنا هو ضرر بالضبط، لكنه في الأصل نفع، وكذلك البلاء يتنزل على العبد وفي داخله رحمة، ولا يعلم مقتضيات هذه الرحمة إلا الله، فإن الله تعالى لما نزل البلاء أراد به أمرا يعجز أو تعجز عنه عقولنا وأفهامنا، ما نعرفش نوصل للمدارك الإلهية،
ولا الحكم الربانية. حتى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعرف حكم الله، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، بدليل زي ما حضرتك تفضلتي في المقدمة وقلت كده قصة سيدنا الخضر عليه السلام مع سيدنا موسى. أمور ظاهرها ابتلاء، ظاهرها عذاب، ظاهرها يعني ينافي الرحمة، وحاشا لله أن يكون كذلك، وباطنها من داخله الرحمة. وكأن الله تعالى يقول للعبد أو للعباد بهذه الرسائل التي نراها في سورة الكهف حتى في قول الله: فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. يا رب ده طفل صغير، أنا أزهق روح طفل، طفل. فإن الطفل برحمة الله، نخلي بالنا من دي قوي ونشوف بقى الرحمة فعلا متمثلة في إيه، نصلي على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. طفل لن يؤاخذ، لن يؤاخذ، فإنه لم يصل إلى مناط التكليف الإلهي، لسه مش مكلف. فلما قتل إيه اللي حصل؟ إذن لن يدخل النار. بالضبط، لن يدخل النار. يبقى في ظاهره عذاب، لكن هو في الأصل رحمة، مش هيدخله النار لأن الله قد يحبه. هنا بقى وبعدين ينجي والديه من الكفر، يبقى رحمتين في إيه؟ في ابتلاء واحد، في موقف واحد. ونحن لا نفهم ولا نستشعر قيمة الرحمة الإلهية العلية، مش عارفين، مش مدركين أبدا طبعاً. الحكمة طبعاً يعني أكيد. يعني فعلا لما ناخد مثال الطبيب أو الدكتور، إحنا فعلا بنبقى واثقين لأن إحنا شايفين النتيجة. أنا عارف أن أنا مدخله علشان خاطر يعمل له عملية عشان يخف، لكن مش بنشوف النتائج دي ومستعجلين، والتوقيت مختلف تماما، توقيتنا عن توقيت الذات الإلهية. فربنا حتى قال لسيدنا موسى والحوار بينه وبين سيدنا الخضر: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. ما انتش عارف، ما انتش عارف ايه الحديث، ما انتش عارف ايه الكوامن، لا تعرف يعني ما هي الحكمة الإلهية الربانية في هذه الأمور الثلاثة. ده دول ثلاث أمور بس لا تعلمها أنت، ثلاث أمور، لكن ما بالك بحكم الله في خلقه أجمعين. وفي حاجة أقولها لك بس بعد الفصل نتكلم فيها إن شاء الله. تمام.